السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الربيع الصامت تأليف راشيل كارسون وترجمة الأستاذ أحمد مستجير. كتاب خطير، كتاب انتصر على مادة الدي دي تي. الكاتبة راشيل كارسون كانت بتحذر تحذير شديد اللهجة من استخدام مادة الدي دي تي القاتلة حشرات من خلال كتاب الربيع الصامت. تقصد ايه بالربيع الصامت؟ ان ممكن يجي يوم ما نسمعش أصوات الطيور والحيوانات وكله يموت بسبب الاستخدام السيء للدي دي تي. مادة الدي دي تي اتمنعت في أمريكا وأوروبا، لكن ما زالت حتى الآن بتستعمل في بلادنا. كارسون اتولدت في ولاية بنسلفانيا بأمريكا، وهي كانت بتحب موضوع الكتابة وليها كذا كتاب، لكن كتاب الربيع الصامت ده أشهر كتاب ليها. في الفترة دي كان بيتم استخدام الدي دي تي بشكل كبير عشان نقضي على الحشرات، مش واخدين بالنا ان هو كان بيسبب امراض كتير جدا وبيقضي على الكائنات الحيه كلها. فالكتاب بيحذر ان الرش العشوائي للماده ديت اللي هم الناس شايفينها ماده معجزه وحل لكل المشاكل بتسبب في كوارث بيئيه كتير جدا. فهي فضلت تكتب في الكتاب ده 4 سنين في وصف دقيق لعمليه دخول ماده الدي دي تي في السلسله الغذائيه وتراكمها في الانسجه الدهنيه للحيوانات. حاجة خطيرة جدا ان الانسان يتدخل بجهل في الحياة البيئية، زي فكرة قطع الاشجار غير الهادف لحاجة. ده بيسبب انهيار المناخ وانهيار الحيوانات وانهيار النباتات وانهيار كل حاجة. فكتاب الربيع الصامت كتاب بينذر من كارثة كبيرة جدا، وفعلا بدأ الناس تخلي بالها. وهي كتبت احنا واقفين في مفترق بين طريقين، في طريق السرعه هيودينا الكارثه، وفي طريق ان احنا نمشي بالطرق التقليديه ونحاول نقضي على الافات الضاره بدون ما نقضي على الحيوانات كلها ونقضي على كل الكائنات الحيه. فهي تعمدت تصدي لحكمه حكومه، الحكومه نفسها كانت سامحه بالمواد الكيميائيه السامه دي انها تترمي في الطبيعه ويترمي في النباتات من غير ما تعرف العواقب طويلة المدى لاستخدامها. فتخيل ان كاتبة لوحدها وقفت قدام شركات اقتصادية عملاقة وقدرت تخاطب الجميع باللغة سهل جدا يقدروا يفهموها. مشكلة الهيدروكربونات الكلورينية والنباتات الحشرية والفسفورية العضوية دي غيرت العمليات الحيوية للنباتات والحيوانات والبشر. فمش من حق الحكومة الأخلاقي إنها تسيب مواطنها بدون حماية من مواد ما يقدروش إن هم يتعاملوا معاها.